ها هي كيفية ترقية الحملة الموجودة إلى حملة محسنة. بعد الوصول إلى حسابك على جوجل أدوردز، اختار الحملة التي تريد ترقيتها من القائمة على اليمين. بعد ذلك سترى رسالة مثل هذه: الخطوات الأولى، انقر عليها. ميزة جديدة في الحملات المحسنة هي قدرة تعديل عروض الأسعار للأجهزة الجوالة. هذا يوفر إلى تحديد وتغيير عروض الأسعار للأجهزة الجوالة التي ترى نمو كثيف وتؤدي إلى الحركة. ستحدد عروض الأسعار للأجهزة الجوالة كنسبة من سعر الافتراضي للأجهزة الكمبيوتر المكتبية. سعر العرض الافتراضي يمكن أن يكون معدل لسعر عرض الأجهزة الكمبيوترية أكثر أو أقل. على سبيل المثال، إذا سعر العرض الافتراضي 5 ريال، يمكنك تحدد سعر عرض الأجهزة الجوالة أن يكون أقل ب50% أو 2.50 ريال. يمكنك تحدد سعر العرض للأجهزة الجوالة يكون أكثر ب20% أو 6 ريال. أخيراً، بعد استكمال هذه الخطوات، انقر على إنهاء الترقية. سوف تشاهد شاشة مثل هذه. يمكنك الحصول إلى مزيد من المعلومات على الـ AdWords Help Center. مبروك! الآن حملتك وإعلاناتك سيتم تشغيلها باستخدام إعدادات محسنة. للمزيد من المعلومات عن حملات محسنة، يرجى زيارة AdWords للمساعدة.